قبل ما نروح نعرف تفاصيل اكتر عن فريق الاول لكرة القدم، معانا على التليفون كابتن احمد صالح. طبعا نهارك ابيض يا كابتن، نهارك ابيض خطين حمر يا كابتن. نهارك ابيض النبانة وانجي، نهارك ابيض، ربنا كده يجعله كده دايما نهار ابيض على نادي الزمالك وعلى ان قناة شاء نادي الله الزمالك. ان شاء الله كابتن، ايه راي حضرتك امبارح في اداء الزمالك وتحقيق الانتصار الثاني على التوالي؟ اعتقد نادي الزمالك السنه دي ان شاء الله يمشي بشكل كويس بعيدا عن تصريح كارترون، لكن ان شاء الله يقدر ياخد البطوله ثاني. لو عنده فريق كبير جدا، عنده الاعارات اللي رجعت يعني كمان لها دور مؤثر جدا جدا زي مصطفى فتحي وعمر السعيد. عمر جايب هدفين من المصريين، فده نسبه عاليه جدا جدا. نتمنى ان هو يكمل كده على طول باقي السنه يعني ان شاء الله باذن الله. لكن نادي الزمالك عمل مباراه كويسه جدا، كسب 2، وده اللي احنا عايزينه من نادي الزمالك. اهم حاجه الثلاثه بونت، ما نضيعش اي بونت في الدور الاول يعني. صحيح. طيب كابتن، بما ان حضرتك طبعا نجم من نجوم نادي الزمالك السابقين، شايف ان فكره ان احنا جددنا لكارتيرون، على ذكر كارتيرون كمان، ده ساهم في ان هو يفرض نوع من انواع الاستقرار الفني على نادي الزمالك؟ هو في استقرار فني للجهاز، لكن كان في مشكله، هي كانت مشكله ماديه بحته. كمان مشكله القيد برضو مشكله ماديه، ومشاكل اللعيبه وقيد اللعيبه، ولحد ما خلاص انت ما قيدتيش اللعيبه او قيد اللعيبه، في مشاكل بالنسبه لنا بسبب الفلوس برضو، او بسبب الفترات اللي قبل كده اللي فيها مشاكل بين اللعيبه والاداره. لكن انا شايف ان كاترون كان مهم جدا ان يبقى في استقرار، حتى كمان كان لازم يكون في استقرار للعيبه المميزه زي بن شرقي، لازم يجدد يعني، ما ينفعش اللعيبه المميزه طبعاً. تمشي. نتمنى الفترة اللي جاية يعني نسلط الضوء أكتر على الموضوع ده فعلا، إن هو مهم جدا بالنسبة للزمالك وجماهيره كمان. لأن الموضوع قوي قوي يعني، المفروض يبقى في جلسة اثنين، الثالثة المفروض اللاعب بيجدد، لأن بيبقى في اللاعب بيعرض طلبات، أنا عايز 10 مليون، عايز 5 مليون، النادي بيبقى عنده لا الفرق حط شرط، عرفت إن هو ممكن يحط صوت جزائي اعلى شويه ويجدد، فنتمنى ان هو يجدد، وعشان الجماهير، في بعض الجماهير قلقان ان هو بالظبط مش موجود. لكن نادي الزمالك ما بيوقفش على لعيب، ان كان ساسي مشي في امام عاشور ادى الدور احسن من ساسي 100 مره في الاداء الرجولي، وبيجيب اهداف ويعني ملى المكان بشكل غير طبيعي. كل الناس كانت بتقول ان في هيحصل ثغرة في مكان ساسي يعني، بس احنا في الاول وفي الاخر نتمنى ان مفيش حد من القوام الاساسي يمشي الفتره دي، لان احنا مش حاسين ان احنا في حمل ده، مش عايزين نكرر الموسم اللي فات يبقى موسم صعب وموسم ماراثوني زي ما اطلقنا على الموسم اللي فات. فاحنا يعني الموسم ده بنحاول نحافظ على الاستقرار باكبر شكل ممكن نحافظ عليه. طبعا انا مع حضرتك في الكلام ده، لان فعلا انت مش هينفع تجيبي لعيبه او مش تقدر تجيبي لعيبه بسبب موضوع الصيد بالظبط. يعني حتى اللعيب اللي هيتصاب منك هتبقى فيها مشكله، اللعيب الاحتياط هيشتغل، ممكن انذارات او فممكن تحتاجي هتقعدي تغيري في بعض الاماكن. وكارترون بيعمل الحته دي كويس جدا بصراحه، اللي هي حته تغيير الاماكن او تغيير اللعيبه. يعني عمل بدانا بناس، وبعد ما الناس الثانيه مثلا زي الجزيري نزل هو ونجم، دخل زيزو جوه الملعب، زيزو كان بيلعب على الطرف، بعد كده الشكل اتغير تاني. يعني كل شويه الشكل كان بيتغير مع نزول اللعيبه، بيغير مثلا عبد الشافي بيلعبه فوق او فتوح فوق، يعني كل الاماكن بتاعت اللعيبه بتتغير. اسلام جابر بيلعب ممكن في شويه طرف وشويه في قلب الملعب، فعنده حريه حركه بين اللعيبه وبعضها. في نادي الزمالك مصطفى فتحي كان بيلعب طرف، بقى بيلعب في قلب الملعب، فكارترون مميز جدا في الحته دي وفي حته تجهيز اللعيبه البدنيه يعني. صحيح. طيب كابتن، خلينا نرجع تاني لتفاصيل ماتش امبارح، وسيناريو الفوز بيتكرر لتاني مره بنفس النتيجه وبنفس اللي صنع وبنفس اللي كمان سجل الهدف، يعني كلاكات تاني مره، يعني اسيست من زيزو، ضربه راسيه من عمر السعيد، عمر السعيد متالق جدا، زيزو متالق جدا، شايف ازاي اللعيبه في الماتش بتاع امبارح؟ لا انا شايف يعني احسن حاجه في نادي الزمالك ان اللعيبه في حريه حركه بينهم، كل اللعيبه عايزه تلعب، كل اللعيبه عايزه تأدي. كمان الهدف اللي جه من طارق حامد في نص الملعب عملها بينيه لزيزو، زيزو قطع من ورا ناصف يعني امبارح في الماتش، قطع وراح عملها لعمر السعيد، عمر السعيد احرز هدف. يمكن ده كانت جمله ممكن يكونوا بيشتغلوا عليها في التمرين. فلعيبه نادي الزمالك حافظه شغل، بيشتغلوا، لعيبه كبيره، لعيبه سوبر، بيقدروا ينفذوا كلام كارترون، وفي توفيق الفتره الاخيره. لكن نتمنى بقى ان يكون في
جهاز مصري مع كارترون، لان كارترون اول ما هيقع الدنيا هتبوظ معاه. يعني اتمنى، هو قال انا مش عايز حد معايا الفتره اللي فاتت، لكن لازم يكون حد معايا مدربين تلم له الدنيا وقت ما يقع ماتش او ماتشين، لان الدوري طويل فطبيعي ان انت تقع ماتش او ماتشين. صحيح، والدوري ملتحم كمان، ملتحم في الدوري اللي فات. وفي كمان ممكن يحصل اصابات، ممكن يحصل استبعاد، ممكن يحصل بعض المشاكل، بعض اللعيبه تخرج بره ال 18، فلازم يكون حد يحتوي الكلام ده كله ويلم له كل الكلام ده. هو كل ده بيقول في الكلام عشان انا بكسب، هو بيكسب فمش حاسس بالنقطه دي. فنتمنى ان الحته دي ياخدوا بالهم اداره نادي الزمالك في الموضوع ده او اللجنه. ان شاء الله باذن الله طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. اخيرا يا كابتن، عايز اسالك عن ماتش القمه بقى، شايفه ازاي؟ لا انا شايف ان ماتش القمه هيبقى صعب جدا جدا، فرقتين هايلين اول ماتشين. يعني يمكن موسيماني الشوط الثاني بس هو اللي كويس، لما غير طريقه اللعب لعب 4-2-3-1، لكن لما كان بيلعب 5-2-3 ما كانش، كان نادي نادي الجيش كان مقفل، نادي البنك الاهلي مقفل معاه بشكل كويس جدا. كابتن خالد جلال عامل شوط اول هايل، لكن لما موسيماني كثف النواحي الهجوميه ولعب محمد شريف وشال حد من نص الملعب، فاعتقد لو لعب كده مع نادي الزمالك هيكون في صعوبه على الفرقتين، لان هيكون النواحي الهجوميه عنده مكتمله. لكن لو اشتغل بمكسوني والراجل الافريقي الثاني تاون ده ولا ايه؟ نسيت اسمه. يعني بغض النظر عن نادي الاهلي، احنا نفسنا احنا نادي الزمالك نواجه الاهلي ازاي؟ شايف ايه اكتر طريقه ممكن نلعب بيها؟ هل مثلا شايف ان كارتيرو ممكن نغير طريقه اللعب، التشكيل المتوقع ايه؟ ما انا بتكلم على بيرشتاو ومكتوني، يعني عشان خاطر الكرات العرضيه دول قصيرين. لو اشتغل كده مع نادي الزمالك اعتقد نادي الزمالك هو اللي هيكون له الغلبه، لكن لو اشتغل 4-2-3-1 هيكون خلاص بقى الفرقتين لبعض بشكل. يعني بص يا كابتن، هو ايا كان وان شاء الله كل التوفيق اكيد لنادي الزمالك في ماتش القمه القادم ان شاء الله يوم الجمعه. بنشكر حضرتك جدا كابتن احمد صالح نجم نادي الزمالك، ودايما نهارك ابيض. نهارك ابيض يا كابتن، ميرسي جدا.